لك تضرب شو لا تضرب وحولا سلاح الاواعي احسن لك احسن ما هلا يطلع جنان براسي وقلت لك قتله كسرك فيها مثل العاده فهمين طولي بالك علينا خلينا نعرف نتناقش يا امي ولا انا هلا انا بدي اقعد ناقشك انا بدي احط عقلي بعقلك واقعد اخذ واعطي معك لا ليش هيك عصبية انت كمان؟ خلينا نعرف نحكي لنا كلمة مثل العالم، هذا الطعم اللي لبسته انا من شان روح استلم الوظيفة، فهمتي ولا لا؟ شو؟ وظيفة؟ ايه وظيفة شي حلو، شو حضرتك توظفت؟ لا لسه ما توظفت انا، بس مو اختي سكرتيرة عند المدير، يعني قلت لحالي انا صارت واسطتي تقيلة ولك اخ والله انت اللي تقيل ما في غيرك، روح ولا روح اشلح الاواعي احسن لك احسن ما كسر راسك يلا شو صاير لك شو ما مصدقتني اذا بدك تتوظفي انت كمان بدبر لك اياها انا بدي اتوظف انا ولا بدي اتوظف طيب انا بورجيك اخ يا ربي اخ شو هالولاد هدول لا حول ولا قوه الا بالله طولتي سنفتي اخي يا سنفتي والله كيف بكت فيكم انتم بتنتهي ساعة زمان مخلص استنوا شوي ساعة؟ ايه مو كتير ساعة يلا مشان هلا فوت بس اخلص الدربية بايدي معلش يا سنفتي هاتي انا بكمل عواضك هاتي هي ليش انت بتعرفي تشتغلي سو؟ ليك يا سنفتي رضيان انا ما بعرف اشتغل طبعا بعرف اشتغل وين تطلبك انت بتعرفي يا سنفتي يعني يا شاطرة برمي البن على الناس تعالي قلت لك ها ما حكي من لو بتعرفي ايه انا المدير بس لا تلعب بالصفات بس تخبريني يا روحي ولك ما يا عملي جهدك ايه ايش هي اختراق قنبلة ذرية لك خربتي الصفات شو بعرف انا هدية بصراحة هي اول مرة بحمل فنير بايدي ايه لك شو بدك تعملي؟ شو بدي شو بدي اعمل يا ربي؟ شو بتعملي برايي؟ لا تفتحتي منك بحرفها بعرفك لساني طويل شوي بقف لك انا لساني طويل؟ طبعا لا تعلي صوتك اللي بتروح علينا الوظيفه شو؟ طمنينا شو صار سلفتي؟ لك ام حامله شهيره؟ ايه طمنوا وافق المدير يعينكم هون بالشركه مبروك وافق؟ ايه ناقصنا 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 مشاكل اصلا لحتى ينقصنا هيك شغلات لك اخي شبك؟ حاولتني لسه رايح جاي رايح جاي شبك؟ هيك بدنا نضل قاعدين يعني نحن رجال نحن فتحي اخوك عم يسال اذا نحن رجال نحن رجال شي طبعا نحن رجال بس يعني ما معقول نترك نسواننا تتوظف ونحن نقعد بالبيت اخي شو رايكم نعمل دور لشغل البيت شلون شلون اخي شو تفضلت لك اخي ما في شي ما في شي القصه يوم انا بطبخ يوم انت يوم فتحي يوم انا بشطف يوم انت يوم فتحي يوم انا بكنس يوم انت يوم فتحي هي الشغله يا امي تعي شوفي اولادك شو صار فيهم هلا انا بدي افهم هيك بدنا نضل نحن لازم نحن يعني لازم نوصل لحل بقى طيب شو الحل؟ ما بعرف يمكن لازم نفكر ما نفكر لك اخي شو عم تساوي؟ عم فكر تجرح وتمرح عيني واللحظة يا جرحاني مرحبا عمي عدم المؤاخذة بدي الأستاذ سمير السيد سمير وماذا تريد منه؟ سمير سمير الصالع اللي بيشتغل عندي أنا معلمه نعمان أنا سمير شو بدك مني؟ شو الحكي؟ إيه هذا أنت ولك سمير؟ أنا كان لك ليش هيك عامل بحالك؟ هذا لابس أواعي جدي أنا رحمة الله عليك على فكرة جدي مو بس هيك عنده لسه سيف وترس وشغلات على مهل على مهل من زمان لا تروح لي عيني على مهل لا تخاف بس السيف والترس باعتهم أمي منشان ما نأذي حالنا فيهم ضليت البعكورة بدنا نأذي حالنا فيهم بس الله يرضى عليك بس عندي مسابقة بدي أروح على المسابقة مسابقة ترقية
شركيت؟ لا شركيت، مسابقة مشان بدي اتوظف بالوظيفة. ايوه بياخذوك رقيت. واحد جد يا دلال. مرحبا اختي ام سمير، شلون الصحة؟ كيفك يا اختي؟ اهلين اهلين وسهلين، اهلين وسهلين معلم نعمان. شايفة هالبلادين الحلال شو عملوا فيه؟ تاركيني لحالي بالمحل، تصوري، مع انه انا بحبكم، بحبكم كثير يا جماعة. ونحن بنحبك كمان معلم نعمان. فعلا، دائما بيقول لي المعلم نعمان ما في منه. الله يسلمك ويحفظك. تفضل 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 تفضل. شو شايفك صاير ناعم كثير معلم؟ الله ينعم عليك. ايه والله غيرك بالمنشرة. هيك اول مرة بشوفك هيك ناعم. نعمان يا نعمان. الله يسلمني اياك. الله يحفظك. شو عمي؟ شايف شلون؟ ليش ما عم تيجوا لعندي على الشغل؟ خلص انا ما بقى بدي روح الشغل نهائيا. على مهلك على مهلك، اهدى اهدى وخلينا نتفاهم بالحكي. الله يرضى عليك. تعوا ممكن ما بدي اجي لعندكم، لازم اكل طرقه على راسي. لا تخاف، كل واحد بياكل نصيبه، فهمت ولا لا؟ فهمت ايه فهمت. فعلا الانسان ما بياكل الا نصيبه يا اختي. مظبوط فعلا. امي ليش ما بترجع على شغلك لعند المعلم؟ قلت لك ما برجع على شغلك الا بشرط واحد، وحيد ما في غيره. شو هو الشرط؟ قلي قلي وانا بنفذ لك يا قلي. تريد بس تريد لك شو هو الشرط؟ قول. انا برجع على الشغل اذا قلبت المنشره من منشره لكافيتيريا فيها رقص وغني، منشان ارقص انا ويسري ونغني على كيف كيفنا، فهمت ولا لا؟ سامعه يا ام سمير سامعه. يا ابني انا رجال تعيب، بشتغل بالنهار وبنام بالليل برتاح، ما بيطلع بايدي اشتغل هذا شغل الليل تبعكم تبع السهر. ارتاح بالنهار واشتغل بالليل، شوف يعني. فهمي يا ام سمين. امي الله يرضى عليك، رجع لعند المعلم نعمان. الله يخليك يا ابني. قولي له بينك وبينه اني انا وحداني بالنهار بالمحل وحداني بالليل كمان بالبيت. تعال عندي وحداني ما وحداني، شو قصدك يعني؟ انا الرجال هون بالبيت، بتحكي معي انا، فهمت انا؟ لا الوحداني يا لا تاخذوني يا جماعه، انا عندي شغل، تركت شغلي واجيت مشان اشوفكم لانه مشتاق لكم، خاطركم انا. شو عائلة مجانين؟ الله معك. ولا قلت لي متجوز؟ ما قلت لي متجوز؟ طول عمري بقول ترارا لنا قد الشوق. ايوه لك اخي حاج ترمي له شو هذا؟ شو اخي كل واحد عنده شغله بده يشتغلها وخلاص. اشتغل شغلتك بس مو هيك يا اخي. لك حبيبي اذا متضايق تعال اشتري محلي. اخي لا بدي اشتري محلك ولا بدي اشتغل محلك. احتروا عيوني يا اخي، بتصلحوا لي شغله ثانيه. تعال لك تعال تعال. يا اخي خلونا بقى نتكاتف مع بعض ونحط ايدينا بايدين بعض. يلا لكم. يعني شلون نجيب حبله مثلا ونربط ايدينا بايد بعض لنصير ايد واحده؟ يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله عليك شو ذكي. خلصني بقى خلصني، سمعني سكوتر. اخي ليش هيك عم تعمل؟ احكي شرف. هي سكتنا، احكي شو اللي بدك اياه؟ اخي لحظه شوي. نحن الثلاثه لازم نتكاتف كلياتنا ونصير ايد واحده ضد نسواننا وما نخليهم يمشوا كلمتهم علينا. اخي خلص. يا اخي الله يخليكم، جيبوا النسوان لهون خليهم يشربوا لانه ايدي يهتروا من الجلي. ايه بلا جلي بلا بطيخ. ها يعني موافي؟ موافي. لكن نحن لازم نفرجيهم نحن مين لحتى نقول لهم هن كمان مين. عورنا الشبكة. رجلي. رجلي. سلخوا رجلي. ما
عاد اقدر امشي لك. ثانيه اريد اطردك. ولي يا صورتي ظهر معاملنا غدا. انا هيك راح ازعل منك كثير كثير. لا من صورة من صورة حبيبتي لا تزعلي، بس يعني انا ما لحقت اطبخ. اي ما معك حق، ما معك حق يا يسورته. كان لازم تطلب المساعدة والعون من فكورتي. فكورتي ولك ليش ما ساعدت اخوك؟ شو تفضلتي يا مدام؟ شوفي يا سلفي، الحياة مشاركة مو هيك؟ انت شو رأيك؟ بعرف انك متضايق. مالي متضايق من شي. لك باين عليك متضايق وبعرف كمان ليش. يعني هلا نحن شو بدنا ناكل؟ انتو النسوان بتدبروا حالكم. انا من جهتي تعبانه كثير كثير ومالي قدراني، فايتي على غرفتي ارتاح. مشي. ايه وانا كمان. اخ يا رجلي، اخ يا ظهري، بدي اروح على غرفتي ارتاح، بكره عندي وظيفه انا. وانت راضيه خانم؟ ما بدك تلحقي سلفتي؟ طبعا حبيبي بدي الحقهم، رايح اشوف شو بدي البس بكره. حاكم انا صرت موظفه ولازم اكون دائما انيقه. باي. افرض مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوم النوم النوم النوم. يا ابن السنين يا ابن السنين النوم 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 النوم. افرض مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوم النوم 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 النوم. لا تعالي هون شوف، ليش لابس اواعي جدك؟ أنا ما قلت لك مليون مرة لا تلبسهم هدول، خبيهم. ما قلت لك إنه عم حضر لمشروع جديد أنا ويسري، ثنائي غنائي. ثنائي غنائي؟ لك ولا شو عم تعمل هلا؟ هلا عم حضر للمشروع الثنائي الغنائي. عم تتدرب؟ ما هذا لك لورجيك شلون التدريب. لا تعال 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 ورجيك شلون التدريب. تعال 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 هون، روح اشتغل هذا. شوف روح هون اشتغل هون قدامي قدامي. هلا هيك رح تضلوا قاعدين ايدكم على خدكم وعم تصفنوا؟ طيب شو بدنا نعمل؟ هيك ما بيصير. شو؟ انا مخلفة رجال ولا لا؟ ايه امي رجال، ما هيك اخي؟ ايه مشكلة يا امي، نتوظف وخلص، ما عاد بيطلع بايدنا نعمل شيء. لا سيدي بيطلع. كيف؟ هلا انت مو جوزة لرضية؟ طبعا، هذا سؤال؟ انا جوزة طبعا. خلص، لا تخليها تطلع من البيت. كيف؟ هلا انت مرتك مو موظفه؟ بلا موظفه. خلاص بكره لا تخليها تروح على الشغل. اي والله صحيح. هلا كل واحد منكم لا يخلي مرته تطلع من البيت. مسره ما بتقبل. وهنيه قويه. اي والله والله ما منعها تطلع من البيت، ولي اي بتولول وبتلم الجيران كلهم علينا. شفنا. لا تخافوا، ما رح يسترجوا يعملوا شيء، بس انتوا اعملوا مثل ما عم بقلكم وبيمشي الحال. هلا وضع البيت هيك عاجبكم؟ اليوم قضيتوه على النواشف ومشي الحال، بقيت الايام هيك بدكم تقضوها؟ ايه امي انا بحب النواشف. انت خراس. خلص امي انا من ناحيتي مثل ما بدك، هنية ما بتطلع من هالبيت، لو لميت الحاره كلها مو بس الجيران، انا فكري ولو وانا شرحه. برافو، هذا المطلوب لنشوفه. ايش هيك انت واقفه؟ ودك انا شو عرفني انك مسنوده على الباب وملزوقه فيه؟ كنت عم تسمع عليهم. وسمعتيهم شو عم يقولوا؟ لا. وانتي؟ يعني لو سمعتهم كنت اجيت لحتى اسالك؟ برايك بشو عم يحكوا؟ شو يعني؟ خليهم يفكروا على كيفهم ويحكوا اللي بدهم اياه، المهم نحن نضل على مبدانا. طبعا. بدنا نروح على الوظيفه؟ يعني بدنا نروح على الوظيفه. لكن هنية نحن لازم نثبت وجودنا. شو يا ماما؟ شو نحن ما بيطلع لنا فنجان قهوه؟ بلا الك دراب السخن، كاسه حليب بالمطبخ، روح اشربها. كاسه حليب سخنه؟ ايه سخنه، روح جيبها. يلا على جناح السرعه. Thank you.
يا الله شو طيبة يا ماما. لك هلا ما رح تقلي شو صار معك امبارح انت؟ امبارح هذا الموظف قال لي انه ما في حدا بالشركة، كل الموظفين فاركينا يمكن قبل الدوام، حتى اختي. ليش انت رحت على الشركة تبع اختك؟ ما رحت يا ماما، اتصلت بالتليفون اتصال. طلع لي الموظف الوحيد ما في غيره، بس على فكرة أنا بدي أروح على الشركة لسه، ما بعرف وين العنوان. لا تروح ولا تجي ولا تعذب حالك، أنت دير بالك على شغلك وبكير عليك الوظائف هلا. لا لازم نروح بدنا نتوظف، شو هالحكي هذا كمان؟ قلت لك لا تروح لأني لا تروح، فهمت لا؟ لا ليش هالشغلة هي تسبقينا فيها؟ بدي أتوظف يعني بدي أتوظف، فهمت ولا؟ لا لا عم اقول لك بدي روح على الشغل تاخرت وانا عم اقول ما في روح على الشغل. ايش الشغل امر يعني؟ امر ونص وستين امر وانا رجال بالبيت، فهمتي؟ طبعا وانا معك اخي. شو يعني متفقين علينا؟ طبعا متفقين عليكم. ايه بس انا بدي روح على الوظيفه، يعني بدي روح. رضيه اذا بتطلعي برات البيت يكون بعلمك هذا اخر يوم بحياتنا الزوجيه. اسمعي لك يعني اذا انا رحت على الوظيفه بدك تطلقني؟ لك اسمعي لفهمك منيح، اخزي الشيطان يا هنيه، البيت مسؤوليه والولاد مسؤوليه، مزبوط كلامي ولا لا؟ لك ما اختلفنا. خلص خلص ولا حرف من يوم ورايح انا رجال دل... نزل ايدك ولا حرف، مثل العصا بدك توقفي. خلص يعني تعلمت من اخواتك هن هيك علموك؟ لك يا منصوره حبيبتي لا تروحي، بس مو مشان شيء، مشان اخواتي ما يقولوا عني لقلوق وما لك كلمه. الله يوفقك الله يخليك منصوره. يعني كلمتك انت بدك تنزل فوق راسي انا؟ بس هالمره بس والله ما بنسالك يا هبي عمري منصوره. طيب ماشي. شو ياما انت طمنيش الحال؟ شو امي شو مفكره حالك انت؟ انت مخلفه رجال، قال مش الحال، ليش هي بتسترجي ترفض لي كلمه؟ امي مثل الالف وقفت قدامي. برافو برافو عليك برافو عليك، وين رايح عيون امك؟ رايح لعند اخي فتوح. ايه بيكون احسن يا مو. اي لك هلا هيك صاروا اولادي رجال. نص ال 1500 والفيديو تعرف فكري؟ ايه انا اللي محيرني انه هنيه ورضيه ليش بدهم يتوظفون؟ عم بفهم غيرانين من مصره، هذا هو السبب. هلا قلتك بيقتنعوا، هلا اكيد بعد ما نطلع بدهم يروحوا على الوظيفه. لا يا سيدي، اليوم نحن فرجيناهم العين الحمراء، كل شيء تغير شوي وبنسيطر على كل شيء، بس اخوك يسري ما يغير عيوب. ماشي يلا خاطرك. سلامي. اه يا سلام، ايه هيك من الاول اولادي لازم يورجوا نسوانهم العين الحمراء، هذول النسوان ما بينعطوا وش. الو اهلين امي، لحقت توصل؟ شو مرتك هنيه؟ ايه بالبيت. لا مو زعلانه. لا انت مزعله شي ليه؟ ايه لا اطمن اطمن، مالها زعلانه وقاعده بالبيت. ايه ماشي مع السلامه. حبيبي حبيبي خايف على زعل للخانم. الو نعم غلطان. عجبك هيك يا ماما؟ شو في امي؟ اختي مسره عم بتصل لعندن على البيت على النمره غلط. معقوله لك ابني؟ اختك بالشركه ما لها قاعده بالبيت لحتى ترد عليك. صوته وبعرفه، بعدين انا شركه عن شركه. انا اتصلت على الشركه انا هي غايبه، ما انا بالشغل اليوم، ليكون في شيء يا ماما. انا راح اروح لعندن على البيت شوف شو القصه. بدك شيء؟ لا تقبرني لا تتاخر. والله يرضى عليك، إذا هني تجيبها معك، والله اشتقت لها يا أمي، صار من يوم ما توظفت لهلا ما ورجتنا وشها. لك اللي محيرني إنه أول مرة فكوتي بيتصرف معي هيك، مع إنه من طول عمره، من طول عمره مثل الخاتم بإصبعي. لك ليش ما تقولي على فتوحتي؟ بعمره ما رد لي طلب أو نثر بوشي. أكيد في شي حتى
حتى متغير 86 درجة. شو قصدي؟ ما في غيرها، هي حماتنا عجوز النحس. شو عم تقولي لك رضية؟ لك ايه مثل ما عم قلت لك، أكيد محرضتهم علينا حتى يتصرفوا معنا هيك، ولا هن ما في منا. شو بك سلفتي؟ وين شردتي؟ آه، لا، كنت عم فكر بكلامي. بتعرفي ولك رضية؟ فعلا معك حق، ما في غيرها عجوز النحس هي اللي عم تقلب رجالنا علينا. طالما اقتنعتي لاقي لنا حل. ما بقدر هلا افكر، بتلخبط. تركيني يا رضية فكر لحالي إذا بتريدي. شوفي ها، رح أتركك بس بشرط تلاقي لنا حل. أوكي، باي. أخي يا عجوز النحس. لك إيه؟ إيه إيه جايين نفتح؟ شو ها؟ شو قلة هالذوق هي؟ شو الواحد واقف قدام الباب؟ مرحبا. اهلين وسهلين. شلونك يا خاتم فكري؟ اهلين وسهلين. اسعدني هالطلة الحلوة. شو وين اختي مسرة؟ هون؟ ايه هون، اتفضل ارتاح جوا. وين بدي ارتاح انا؟ هون؟ ايه هون. ايه يلا على الكرسي هذا. خلي واحد يقعد هون يهز اعصابه لبين ما يجي. حضرت جانا بحماتي.